والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتحول فيها إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكراً لكم دينا وإيمان. والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء. وأشار المركز إلى أن الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر يقدر بنحو 1.3 مليار متر مكعب، موزعة على 4 مناطق رئيسية في محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء. ويقدر العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع بأكثر من 255 مليون جنيه سنوياً. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية في الرياض، والذي ينعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا. وصرح الملا بأن هناك دعما وتعاونا بين مصر والسعودية في أنشطة متنوعة، ولا سيما مجال التعدين منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية، موضحا أن مصر تضع نصب أعينها التوسع في الصناعات التكميلية التي تقوم على المعادن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة. أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قنا إشارة البدء لموسم عصير القصب للعام الجديد في ظل توجه الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال المحاصيل السكرية. في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال المحاصيل السكرية، أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قنا إشارة البدء لموسم عصير القصب، وذلك لعام 2023. النهاردة بنشهد عرس احتفالية وعيد كبير جداً، بداية موسم العصير في مصانع سكر قوس. يعني ما شاء الله بداية قوية، التوريد بيتم بطريقة قوية جدا، إقبال من المزارعين فرحة، بعد طبعا ما حصل زيادة في السعر القصب من 810 ل 1100 بزيادة قدرها 36%، ودي زيادة غير معهودة. يعني احنا تعودنا على زيادة 5% و 10%، لا، السنة دي بسم الله ما شاء الله زيادة 36%، دي أدت لقبول وفرحة غير عادية للمزارعين. ووفقا لمدير مصنع سكر قوس حسن جابر، فإن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع للتكرير وإنتاج السكر، وذلك في مدن نجع حمادي ودشنة وقوس، وأن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ نحو 120,096 فدانا، تمثل نحو 37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، وتنتج نحو 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها 300,000 طن سكر سنويا. وأضاف جابر أن محصول قصب السكر له أهمية اقتصادية نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى مثل السكر المبلور والملاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته، وكذلك الخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف. كما توقع أن يستقبل مصنع سكر قوس 1,300,000 طن من قصب السكر هذا العام، ستنتج نحو 145,000 طن سكر، مؤكدا أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال صيانة خطوط قطار أديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسرة، كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابة
بوابات دخول الجرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال محصول قصب السكر. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 35% لتبلغ 79.93 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 48% ليسجل 74.99 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى 3.6 دولارات للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.6% لتسجل 3.73 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة. وتراجع المؤشر ستوكس بنسبة 600 للأسهم الأوروبية بما يقدر ب 7% بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية. وكذلك انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطانية بنسبة 0.4%، وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1%، كما تراجعت أسهم شركات التعدين 1% إثر انخفاض أسعار النحاس. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى دينا وإيمان. شكرا لك ميرنا.